لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بداية مشوار العشرة، الأهلي في مواجهة المريخ. كمان في ترند الأهلي، الزامبي سيكازوي حكما لمباراة الأهلي والمريخ. وأخيرا في الترند العالمي، الليلة مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا. استعراض مباريات اليوم النهاردة في مباريات دوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة مباراة الأهلي والمريخ هي آخر مباراة بالنسبة لمباريات الجولة الأولى، بخلاف طبعا مباراة الوداد وكايزر تشيفز المؤجلة، لكن هذه المباراة كانت تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. هذه المباراة إن شاء الله هتتلعب الساعة 9 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. وأيضا كمان النهاردة في مباريات في الدوري المصري ومباراة كأس مصر وفي دوري أبطال أوروبا. منذ قليل انتهت مباراة البنك الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري بفوز مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء، لتزداد نتائج البنك الأهلي بشكل عكسي خلال الفترة الأخيرة. أيضا في مباريات كأس مصر النهاردة، استكمال مرحلة مباريات دور الـ 32، سموحة حقق فوز كبير على تيكيرنس بأربعة أهداف مقابل لا شيء. لكن المتعة والإثارة والندية والقوة مباريات الدور طبعا دوري أبطال أوروبا. النهاردة في مبارتين غاية في القوة والإثارة، الساعة 10 مساء في نفس التوقيت لايبزيج هيلعب مع ليفربول الإنجليزي، وفي نفس التوقيت أيضا برشلونة في مواجهة قوية جدا مع باريس سان جيرمان. دي مباريات الذهاب بالنسبة لمرحلة دوري أبطال أوروبا. وبالطبع خلال الفترة القادمة كل يوم ثلاثاء وأربعاء في مجموعة من المباريات، ودي مرحلة الذهاب، وبعدها بأسبوعين هيكون في موعد لمباريات الإياب.